أخبار اليوم. اليوم تشهد محافظة الفيوم توقيع ثلاث تفاهم مع الجانب الصيني على هامش زيارة فخامة الرئيس الصيني لجمهورية مصر العربية وتقابله مع فخامة السادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. كانت الزيارة دي مثمرة لشعب مصر كله للاستثمار في جمهورية مصر العربية. محافظة الفيوم كانت رائدة في أنها تحصل على مجموعة من هذه الاستثمارات اللي بالطبع هتعود بعائد كبير جدا في كل المجالات داخل المحافظة. النهارده إن شاء الله بإذن الله هنوقع ثلاث تفاهم زي ما قلنا. المذكرة الأولى خاصة بمصنع النفايات واستخراج البيوغاز. المذكرة الثانية تم توقيعها خاصة بالدراشات المتعددة الطوابق، وإن شاء الله بإذن الله هتكون مدينة الفيوم. بعد كده هيتم تعميم التجربة في كافة مراكز المحافظة ومجاوري المنطقة الصناعية بكم شيم. إن شاء الله هيتم عن طريق المطور الصناعي كافة الملف هتكون عن طريق المستثمر الصيني بالتعاون مع هيئة البنية الصناعية، والمحافظة طبعا هتكون شريك في هذه التنمية. ده بجانب بروتوكول أو بجانب مذكرة تفاهم لمدينة جديدة. تمام، المدينة دي هينشأها المستثمر الصيني من اي تو زد زي ما بيقولوا، هنستلمها إن شاء الله يعني كاملة بكل شيء سواء المرافق أو المباني، هتبقى مدينة كاملة في كل القطاعات وكل التخصصات سواء إسكان سياحي، إسكان محدود الداخل، إسكان متوسط، إسكان الشباب، جامعات خاصة، جامعات حكومية، مدارس، مستشفيات خاصة حكومية. بنحلم إن احنا نعمل فيها مدينة ألعاب أو مدينة أولمبية رياضية عالمية تكون موجودة هناك، وده بجانب طبعا من فرص الاستثمار السياحي اللي احنا خلصناها وهيتم طرحها برضه. وإن شاء الله هيبقى في حجم تعاون كبير بيننا وبين دولة الصين من خلال المستثمرين ومن خلال مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء عن طريق توجيه مستثمرين جادين فعلا لمحافظة الفيوم. محافظة الفيوم محافظة واحدة ولكن كانت مهملة سنوات كثيرة، فإن شاء الله احنا بنحاول نرجعها لمكاناتها التي تستحقها على الخريطة سواء الخريطة الداخلية، بل بالعكس احنا بنحلم ان احنا نحطها على خريطة الساحة العالمية من خلال المشروعات اللي احنا بنمارسها. كانوا كويس مع بعض. Thank you.